وفاة الشاعر ابن الرومي. في هذه السنة توفي الشاعر علي بن العباس بن جريج المعروف بابن الرومي، شاعر كبير من طبقة بشار بن برد والمتنبي، رومي الأصل، ولد ونشأ ببغداد، كان جده من موالي بني العباس. امتاز شعره بجودة السبك وحسن الوصف، وتنوعت مواضيعه بين الوصف والمدح والهجاء. كان متطيرا بطبعه لما كبده من مشقات ونكبات في حياته. له ديوان شعر كبير في 3 أجزاء. مات مسموما في بغداد عن عمر نهزة 60 سنة. من شعره قوله في رثاء ابنه: بكاؤكما يجف وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيراكما عندي. تأخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. وأولادنا مثل الجوارح، أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد.